السلام عليكم، اليوم نوريكم ابوبري. بون، ما وليدي راه وراه قد باش يفيرمي ما يقدرش، دونك دقيقة. بون، سا سي ان سينيال. فوالا، هادي سي اون ابليكاسيون تاع الاس اس تي في، كنت شوفو راهي عندي في الاخر، ما نهدرش بزاف باسكو راهي تحكم بالميكرو. هذه التصويره راهي تنبعث من لاستاسيون اي اس اس، لاستاسيون انترناسيون، لاستاسيون سباسيال انترناسيونال، par le mode SSTV, ça veut dire la télévision à balayagement, sur la fréquence descendante de 145 500 MHz. انت كي تسمعها في الراديو تسمع هكذاك، بصح ما على بالكش بلي سي تصويره اللي راهو يبعثها. هاكا تشوفو لي تري الخضورة وين كنت نهدر، غادي ندير دي بيرتورباسيون، سي با سا لي ساكت. هاي خلاص التصويرة الأولى، نورمالمون دوك يزيد يبعث صورة واحدة أخرى، لا بقى له الوقت. فوالا، صار على بالكم بلي ساتيليت لا تير ديجا 22 000 كيلومتر minutes ou la seconde ou là, au satellite il est à 400 km. La station est à 400, entre 400 et 500 km d'altitude, donc c'est pas évident. Hein. Qu'il y a un Doppler, décalage. Ou... Bon, ben, je crois que c'était un enregistrement, donc, c'était pour vous faire une démonstration, c'était un enregistrement de 2018. Voilà, ça s'appelle la télévision à balayagement, ou là, le SSTV en anglais. Voilà. تسيبو بزاف لي زابليكاسيون يديروهم و اي فوالا جو سيت اون بون نوي و واش نقولكم لا بروشين فوا نديرو ال ديشيفراج كومبرومي هاكو تشوفو واش راهو يخرج خضر الهضرة تاعي تما جي في لا جي بيرتيربي لا ديكريبتاج اون بليس دو سا سيني على دايرة باسكو عندك 19 مينيت هكداك ولا ميم با باش ومن بعد ساتيليت يهرب لك. هاو تصويرة واحدة أخرى، مي أبارامون متخرجش،
L'essentiel, comme ça, la malécom, voilà.